السلام عليكم. موضوعنا عن الجين كلونينج. جين كلونينج اللي هو يعتبر حجر الأساس في الجينيتيك انجينيرينج، في الهندسة الوراثية. إيه هو الكلون؟ كلون is an exact copy of an organ، هو نسخة طبق الأصل من عضو أو خلية. جين كلونينج is making copies of a single gene، بيعمل نسخ من single gene أو الأورجانال برضو. cloning can provide a pure sample of an individual gene separated from all other organs that it normally shares the cell with. cloning اللي هو الاستنساخ ممكن بيوفر يقدر يوفر لي عينة نقية جدا منفصلة عن باقي الجينات الموجودة في نفس الخلية. تمام، عند الأنواع بتاعت الكلونينج، types of cloning artificial و natural. الارتفيشال بينقسم لنوعين، reproductive و therapeutic، بيكون بغرض الإنتاج أو يكون بغرض العلاج. الناتشرال twins form very early in development when the embryo splits in two. طيب التوينز ده أحسن مثال ينطبق عليه الكلونينج، لأن هما بيبقوا نسختين يعتبر طبق الأصل من بعض، بيكون الاختلاف في حاجات طفيفة. يكاد في توينزات اللي هو التوأم المتماثل. التوأم المتماثل بيكون يعني صعب إنك تفرق بين الاتنين. تمام، إيه اللي بيحصل في التوينز؟ في المراحل المبكرة طبعا في الديفلوبمنت بيحصل انقسام للإمبريو اللي هو الجنين، بينقسم لقسمين. تمام، twinning happens in the first days after egg and sperm join. في حالة التوأمة أو التوأم بيحصل في البداية، في أول الأيام أو في بداية الأيام اللي بيحصل فيها انضمام للجوين مع الإيج. While embryo is made of just a small number of an unspecialized cell. الجنين بيتكون من عدد صغير جدا من الخلايا غير متخصصة، تكون خلايا كل خلية لها وظيفة. تمام، تاني نوع الارتفيشال artificial embryo twinning. الارتفيشال embryo twinning is relatively low touch way to make clones، يعني تقنية ضعيفة جدا علشان إن هي تعمل كلونز، وبيحصل فيها طبعا بعض الأخطاء، ده اللي بيخليها تقنية ضعيفة إن هي تتعلم. يعني تتعلم artificial embryo twinning مش حاجة قوية يعني إنك تتعلمها. الأحسن إنك تتعلم حاجات أفضل في الجينيتيك engineering يعني. تمام، uses the same approach of natural twinning، بتشتغل بنفس التقنية بتاعت natural twinning، ولكن but it's carried out in a petri dish instead of inside mother. بتحصل العملية دي بتحصل بره الأم، يعني على أطباق بيتري أو في تيوبس في أنابيب، وفي الحالة دي بنسميها in vitro اللي هي خارج جسم الإنسان أو داخل أنبوبة. تمام، أو طبعا بيتري ديش. A very early embryo is separated into individual cells which are allowed to divide and develop for a short time in the petri dish. تمام، الجنين بينقسم في المراحل المبكرة لخلايا منفردة عن بعضها. لما بيحصل الانقسام ده بيديلي قدرة أو بيسمح إن بيحصل تطور develop for a short time، بيتطور بسرعة في وقت قصير. فين؟ في البيتري ديش، يعني بيحصل تطور في وقت قصير على أطباق بيتري. تمام، the embryos are then placed into a surrogate mother where they finish developing. تمام، ساعتها لما بيحصل التطور ده وخلاص بيكون حقنت ده في مجال الحقن المجهري، بيكون حقنت السبيرم في البويضة وفي الإيج أو في الأوفا،
خلاص هيحصل التطور الديفلوبمنت ده هيحصل بقى فيه على بيتر ديش، تمام؟ ساعتها اقدر ان انا احط البويضة تاني اللي هي هتبقى عبارة بقى عن امبريو بعد ما حصل الانجكشن للسبيرم، اقدر ان انا احطها في رحم الام، تمام؟ وفي رحم الام تكتمل بقى عملية الحمل الطبيعية finishing develop، تمام. الارتفيشال امبريو في منه النوعين اللي قلنا عليهم، الريبرودكتيف والثيرابيوتيك. الريبرودكتيف عبارة عن سوماتيك سيل نيوكلير ترانسفير، اللي هو بينقل نواة او بيشتغل على نواة اصلا. السوماتيك سيل دي اللي هي اي خلية في الجسم ما عدا السبيرم او الايج او الاوفا، تمام؟ اي يعني اي خلايا ملهاش علاقة بعملية الحمل او بعملية انتاج السبرمات، يعني مثلا خلية كبد، خلية كلى كده، خلية في الكلى، خلايا القلب. لكن طول ما انا بعيد عن المنطقة بتاعت السيكشوال عموما، خلاص هي دي اسمها سوماتيك سيل. طيب دي بتستخدم using different approach than artificial embryo twinning but it produces the same result، تمام؟ the same result اللي هي ايه؟ اللي هو الجينات النسخ المتطابقة، اللي هو ال exact genetic copy، النسخة المتطابقة من الجين اللي أنا عايز أعمل عليه النسخة، تمام؟ ودي كانت الطريقة، this was the method used to create Dolly the sheep. دي الطريقة اللي اتعمل بيها أنواع الخرفان، اللي تم استنساخ أنواع الخرفان اللي اتسمت دولي، تمام. بعد كده therapeutic cloning. therapeutic cloning بيكون في إيه؟ the genes that are responsible for various medical conditions or traits. الجينات هي المسؤولة عن الحالات الطبية المختلفة أو العلاج، تمام، أو traits. when a scientist clone an organism they are making an exact genetic copy of the whole organism. يعني العلماء عملوا ايه؟ او الباحثين طبعا، عند استنساخ الجين او الجين كلون ان اورجانيزم، جين لعضو معين، they are making an exact genetic copy، بيعملوا نسخة طبق الاصل من كل الاعضاء الاورجانيزمس او من كل الكائنات الحية، تمام. when scientists clone a gene، لما برضو بيحصل الاستنساخ للجين، they isolate and make exact copies of just one of an organism's gene، بيزرعوه او بيعزلوا الجين ويتحققوا من نسخة واحدة، and make exact copy، بيعملوا نسخة واحدة من جينات لأورجانيزم معين، of just one of an organism's genes، يعني بيعملوا نسخ من أورجانيزم، من جينات أورجانيزم واحد، تمام. ويبقى خلاص، يبقى لما بيحصل عملية الكلون الجين أو استنساخ الجينات، بيعملوا إيه؟ بتدخل في المرحلة اللي بعد كده، إنه بيعزلوا النسخ دي، وبيعملوا او النسخ اللي هم عملوها الكوبيز بيعزلوها من، وبتطلع الكوبيز ده من اورجانيزم واحد بس، تمام. cloning a gene usually involves copying the DNA sequence of that gene into a smaller، تمام. يعني الاستنساخ ده عادة بيتضمن ايه؟ بيتضمن استنساخ الدي ان ايه،
او السيكونس بتاع الدي ان ايه من الجين ده، تمام؟ This process make it easier to study the function of individual gene. العملية دي كلها بتخلي دراسة وظيفة الجين أسهل وأبسط. إذن فالأساس اللي بيعتمدوا عليه في الثيرابيوتيك كلونينج اللي هو كلونينج دي ان ايه، دي ان ايه كلونينج، يعني بيعتمدوا على استنساخ الدي ان ايه او السيكونس بتاع الدي ان ايه. اللي بعد كده الادفانتجز، مميزات بقى الجين كلونينج. utilize good genetics اللي هو بيستفيد من العلم ده اللي هو الجينيتك انجينيرينج، تمام. make steers into bulls، clone for insurance، get another good animal. get another good animal اللي هي ايه، الشيب، الدولي، تم استنساخه من الشيب، من الشيبس، وتعدل عليه، اتعمل عليه تعديلات وراثية فبقى وسموه دولي، فبقى نوع تاني من الشيبس. disadvantages اللي هو expensive، take many times to clone، take many times to clone زي البي سي ار. البي سي ار عشان اعمل مثلا عدد معين من الجينز اللي انا عايزها لازم يعمل كذا مرة، لازم يعمل استنساخ كذا مرة، زي ممكن مثلا يعمل 10 مرات استنساخ عشان يطلع العدد اللي أنا عايزه، وعلى حسب كل جهاز الساعة بتاعت الاستنساخ بتاعته قد إيه. ممكن أعمل 45، وكل نسخة بتطلع بعدد معين. dangerous to human، تمام. البرنسبل اللي هي بقى الحاجات اللي بيعتمد عليها الجين كلونينج. fragment of DNA containing the desired gene to be cloned is integrated into a suitable vector to generate a recombinant DNA molecule. طيب اللي بيحصل ان بيتم دمج ال DNA أو fragment of DNA عموما بيحتوي على إيه؟ containing the desired gene to be cloned، تمام. يعني ال DNA أصلا فيه الجين اللي أنا عايز أعمل له كلون، اللي أنا عايز أعمل له استنساخ، تمام. is integrated into a suitable vector، بحطه طبعا في مكان مناسب زي بيتر ديش اللي قلنا عليها من شوية، بس دي في حالة الإمبريو، تمام. to generate a recombinant DNA molecule عشان يحصل دمج لجزيئات ال DNA مع بعضها، طبعا مع الحاجة اللي أنا عايزها. the vector acts as a vehicle that transports the gene into a host cell generally a bacteria. Also other types of living cell are also in use in which this vector multiplies producing multiple identical copies not only of itself but also of the gene that it carries. تمام. الفيكتور ده هو اللي انا هطلع عليه عينة الـ DNA، اللي هو الجو المناسب، المكان المناسب للـ DNA. هيشتغل ازاي؟ هيعمل على انه ترانسبورت او ينقل الجين للهوست سيل. الجين بتاعي هنقله فين؟ للخلية المضيفة هوست سيل، وهتكون الهوست سيل هنا هي البكتيريا، تمام. وممكن ان انا استخدم انواع تانية من الليفينج سيل اللي هي الخلايا الحية، أهم حاجة إن هي تكون خلايا حية، تمام.
الخلايا الحية هي اللي بيحصل فيها التكاثر طبعا، producing multiple identical copies، يعني بينتج نسخ متطابقة كتيرة. ماشي تمام، ولكن ما بينتجش الكوبس دي، مش بينتجها من نفسه بس، ممكن ينتجها من جينات تانية. يعني البكتيريا ده، ما هي البكتيريا دي ما فيها جينات، يبقى أنا مش هعمل مش هطلع جين بس من ال أو مش هعمل كوبس بس للدي ان ايه اللي انا حاطه، لا ممكن يعمل كوبس كمان للجي ان ايه بتاع البكتيريا نفسها. The division in host cells. The division of in host cell copies of the recombinant DNA molecule and is passed to the progeny and further vector replication takes place. الانقسام اللي هيحصل في الهوست سيل اللي هو في البكتيريا، copies of the recombinant DNA molecule اللي هو النسخ اللي هتحصل من ال DNA اللي انا عملته، اللي انا عملت له دمج او اللي عملت له كوبي طبعا، and this passed to the progeny. هيروح فين؟ هينتقل الى progeny اللي هو النسل، and further vector او الاساس، يعني هينتقل زي الرحم كده او البويضة في الانثى طبعا، البويضة هو ده البروجيني يعني. And further vector replication takes place. بعدين بقى بعد كده تحصل بقى عملية تكرار النواقل. عملية الريبليكيشن تضاعف هتبدأ تحصل بقى بعد كده، بعد ما ينتقل للحاجة اللي أنا هعمل، اللي أنا هحقن فيها الدي إن إيه. بس في المرحلة دي طبعا ما بيكتبش حق. The clones of identical cells are produced after the large number of cell divisions. الاستنساخ اللي أنا عملته من الخلايا المتطابقة هيتم إنتاجه are produced هيتم إنتاجه produced after the large number of cell divisions، يتم إنتاجه بعد مراحل كتيرة من السيل ديفيجنز. يعني الحاجة اللي أنا عايزها، أنا العدد اللي أنا عايزه هيتم إنتاجه بس إيه بعد انقسامات كتير. الانقسامات دي طبعا هتحصل في البروجيني. Each new cell in the colony contains one or more copies of the recombinant DNA molecule. كل خلية جديدة هتحتوي على إيه؟ على نسخة أو أكتر من الـ recombinant DNA، من الـ DNA اللي حصل له دمج. تمام؟ طب هو حصل له دمج في إيه؟ ما هو الجين بتاع الـ DNA مع الجين بتاع الـ host cell، فحصل دمج للاتنين. فهتبقى كل خلية طلعت من الكوبس دي هتبقى كل خلية فيها الـ DNA المدموج، الـ recombinant اللي حصل له دمج. طيب the gene integrated in the recombinant molecule is now said to be cloned. كده تقدر على الجين ده إنه حصل له استنساخ أو مستنسخ. بعد كده خطوات الجين كلونينج، الخطوات اللي بتعملها عشان يحصل كلونينج. تمام، أول خطوة a fragment of DNA containing the gene to be cloned is inserted into a circular DNA molecule vector. تمام، جزيء ال DNA containing the gene to be cloned، محتوى اللي فيه الجين اللي أنا هعمل له كلونينج، بندخله في السيركولار دي ان ايه مولكيول، في جزيئات الدي ان ايه اللي هيتنقل الفيكتور
اللي هيتنقل يعني. فهيحصل عملية الريكومبيننت، يعني دي ان ايه اللي انا عايز اعمل له كلوننج هدخله فين؟ في الدي ان ايه بتاع البكتيريا مثلا، تمام. هيحصل ايه؟ ريكومبيننت اللي هو الدمج اللي احنا قلنا عليه، او ممكن ريكومبيننت ميلك دي ان ايه مولكيول، ممكن نقول عليه كيميريا، تمام. The vector acts as a vehicle، برضو الكلام ده قلناه. The vector acts as a vehicle that transports the gene into a host cell. الفيكتور أو الناقل أو الحاجة اللي احنا اشتغلنا بيها هننقل بيها الـ DNA، هيشتغل على أساس إن ترانسبورت، هينقل الجين لي داخل الهوست سيل، والهوست سيل في العادة بتكون بكتيريا يعني، تمام. فهيحصل إيه؟ أو ممكن كمان أنواع تانية من الليفينج سيل يحصل لها زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، يحصل لها كوبيز مع الدي ان ايه. Within the host cell the vector multiplies producing numerous identical copies not only of itself but also of the gene that it carries. نفس الكلام، الفيكتور او الهوست سيل ده اللي دخل فيه الفيكتور، الفيكتور اللي هو عبارة عن ايه؟ دي ان ايه، والدي ان ايه سيركولر. الدي ان ايه اللي هو انا المفروض هعمل له كلونينج، والدي ان ايه بتاع البكتيريا اسمه كله على بعضه ريكومبيننت. فهو ده اصلا الفيكتور هيشيله، انا هشيل بيه الفيكتور عشان ادخله في الهوست سيل، تمام. يبقى الهوست سيل اللي فيه الفيكتور ده هينتج لي عدد كبير جدا من الكوبيز المتماثلة، ومش بس هينتج من نفسه لا، او مش هيعمل كوبي من نفس الجين، ممكن يعمل من جينات تانية في نفس الخلية. طبعا الخطوة اللي بعد كده when the host cell divides copies of the recombinant DNA molecule are passed to the progeny and further vector replication takes place، تمام. بعد كده لما هيحصل انقسام للهوست سيل، الخلايا بقى او النسخ اللي طلعت للريكومبيننت دي ان ايه او الكيميريا هتدخل داخل البروجيني او الحمض النووي يعني، تمام. تدخل داخل البروجيني اللي هو الاعضاء التناسليه او العضو التناسلي يعني، تمام. وهيحصل الريبليكيشن، يبدأ يحصل ريبليكيشن للـ DNA اللي أنا عايزه. After a large number of cell divisions، نفس الخطوات اللي احنا قلناها، هيطلع لي العدد اللي أنا عايزه أو الكوبيز اللي أنا عايزها بعد انقسامات كتير بتاعته، زي ما قلنا اللي بيحصل في الـ PCR. PCR عشان يطلع لك العدد اللي انت عايزه لازم يعمل عدد دورات كتير، تمام. يعني بتدخله بتعمل في الدورة بيطلع كذا كوبي، تمام. بعد كده each cell in the clone contains one or more copies، كل خلية هتحتوي على نسخة أو أكتر من الريكومبيننت دي ان ايه مولكيول. بعدها نقدر نقول ان الجين ده مستنسخ، زي الكلام ده كله تقريبا حصل في على الشيب لانتاج الدولي، النوع دولي شيب، تمام. كده خلاص خلصنا، وشكرا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.